طبعا مشاهدينا الكرام، لقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اهالي محافظه بني سويف وخاصه قريه سدس الامراء بمركز بابا بالمحافظه. جاء السيد الرئيس في كلمته بالعديد من القرارات التي حرص عليها، زياده علاوه غلاء المعيشه الاستثنائيه 600 جنيه بدلا من 300 لكافه العاملين بالجهاز الاداري للدوله والهيئات الاقتصادية وأيضا شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى لإجمالي الدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك وفقا لمناطق الاستحقاق. كما أكد السيد الرئيس أيضا على رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36000 جنيه إلى 45000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، وأيضا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية بحد أقصى نهاية 2024. وللمزيد عن نشاط السيد الرئيس وزيارته لمحافظة بني سويف في إطار افتتاح عدد من المشروعات القومية في إطار مبادرة حياة كريمة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد البيلي خبير التنمية المستدام. دكتور أحمد مساء الخير. يعني يمكن عدد من القرارات إذا بدأنا بها، القرارات المهمة التي أكد عليها اليوم السيد الرئيس، كيف ترى هذه القرارات وخاصة ما يتعلق بعلاوات غلاء المعيشة وأيضا الإعفاء الضريبي وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل لبعض أو فئات موظفي الدولة؟ بداية اللهم لك نعم. فقامة الرئيس النهاردة أزال عدد كبير جدا على المواطن المصري، وهي دي اهم حاجه في مبادره حياه كريمه. حياه كريمه حضرتك مبادره بتلمس المواطن المصري جدا. ليه؟ لان انا النهارده لما بقول حقوق انسان، حقوق الانسان ما تعنيش ان انا اطلع بمظاهره ولا تعني ان انا ادمر منشات بلد ولا احرق اقسام ولا كلام من ده. حقوق الانسان ان انا اضمن للمواطن المصري الحياه الكريمه والعيشه الكريمه. فمبادره حياه كريمه النهارده اللي بتمس 48 مليون نسمه في مصر، ده يعتبر نص سكان مصر من قاطنة الكرة. انا النهارده موفر لهم كل سبل المعيشه اللي هي بتتوفر في المدن، فانا النهارده بعدتهم عن ان هو يروح يمشي مثلا 10 15 كيلو 20 كيلو عشان يروح مستشفى او ابنه يروح مدرسه او يروح ينفذ عمليه من العمليات الحكوميه في مدني او في تموين او في بريد. انا النهارده بوفر له كل مستلزماته. الحاجه المهمه جدا في قرارات محمد الرئيس النهارده الخاصه واللي بتمس الفلاح المصري، اللي هو انا بعتبره العنصر الاساسي او عمود القيمه في الاسره المصريه. صحيح. احنا كلنا فلاحين والزراعه هي اهم حاجه، ومصر ما زالت ولا تزال وستزال ولن تزال الا انها دوله مصريه، دوله زراعيه. فالنهارده لما بقول ان الفلاح المصري انا بعفيه من حاجات كتيره جدا كان بتوع على الكاهل بتاعه، انا النهارده بسعى ان انا اوفر له الاسمده بتاعته، انا النهارده بستصلح اكثر من 1.5 مليون فدان اللي هو ربع المساحه الزراعيه اللي كانت موجوده في مصر في مده قليله جدا. انا النهارده بطلت الترع في مشروع يفوق كتير جدا مشروع قناه السويس. انا بقول ببطل الترع المصريه، انا بوفر 5 مليون متر مكعب، 5 مليار متر مكعب ميه كانت بتروح هدر، وفي نفس الوقت انا بحافظ على المزارع المصري انه يسهر الليل عشان يجد الميه، وبوفر له المواد البتروليه. فانا النهارده بمس فعلا حياه المزارع المصري اللي هو بيمثل زي ما بقول لحضرتك عمود الخيمه في الاسره المصريه. طب يمكن اثناء زياره السيد الرئيس ايضا وعبر المشروعات التي قدمت عبر الفيديو كونفرنس، كان هناك محطات لمعالجه المياه اكد عليها المسؤولين عنها، الى اي مدى من الممكن ان تكون يعني هذا المشروع او يقوم بالتوازي مع مساعده الفلاح واستصلاح الاراضي، توفير مياه الشرب، وكيف سيغير من الخريطه المائيه لمصر ايضا؟ يا فندم احنا كان عندنا عيب مهم جدا، احنا عندنا حصتنا من الميه
على مدار السنين من سنه 23 لغايه النهارده هي 55 مليار متر مكعب ميه، لن تفيق ولن تقل باذن الله. ولكن احنا النهارده بنزود الرقعه الزراعيه، فعشان ازود الرقعه الزراعيه لازم ازود مصادر الميه بتاعتي. مصر بفضل من ربنا عملت اكبر محطه لمعالجه مياه الصرف الزراعي في بحر البقر، 5 مليون متر مكعب ميه يوميا، ودي دخلت موسوعه جيمس. والمحطه الثانيه اللي هي بتاعت محطه الحصه في سينا، طبعا دي النهارده بتقوم بتوريد الميه ب 600 الف فدان في سينا، فالنهارده بنزودهم بالمحطه اللي تفضل قامت رئيس الساحه بني سويف بجيبه، عشان انا النهارده كل الهدف بتاعي ان انا ازود حصتي من الميه، لان انا اقدر اعمل معالجه للمياه الصرف الزراعي وليس الصرف الصحي. الصرف الزراعي وليس الصرف الصحي دي حاجه مهمه جدا، لان الصرف الزراعي دي مياه راجع طالعه من ري اراضي، فمياه غير ملوثه، ولكن انا بعيد انتاجها بطريقه افضل، ان انا بزود جودتها عشان ازود كميه الميه اللي مستلزمين، عشان اهم حاجه عندي ان انا ازود الرقعه الزراعيه فاوفر لها ميه. صحيح. طب دكتور احمد، ايضا يعني يمكن هناك العديد من المبادرات واللي اكد ايضا عليها بعض المسؤولين في المحافظه والتي تحققت بالفعل واتت بثمارها، يعني 100 مليون صحه ما يتعلق بالملف الصحي، يعني القضاء على قوائم الانتظار، الاعتلال الكلوي للاطفال المبتذلين وغيرها من المبادرات. الى اي مدى يعني انتعش جنوب مصر او الصعيد في هذه الخدمات الصحيه مؤخرا؟ يا فندم احنا النهارده بنقول الاتحاد الرئيس بني سويف دي من اهم حاجه فيها ان احنا التنميه فعلا في الصعيد بقت يعني رؤيه العين مش كلام انشا. النهارده الطرق في الصعيد بقت على اعلى مستوى. النهارده محافظه بني سويف اللي الرئيس بيتفضل بافتتاح المشاريع فيها، النهارده دي قريه تبع لمركز جيبه، يعني احنا النهارده بنتكلم على قرى كانت معدمه في العصور الماضيه. النهارده ما بقول ان بني سويف بقى فيها مدينه صناعيه زي كوم ابو راضي اللي هي النهارده بتعتبر من افضل المدن الصناعيه اللي موجوده في جنوب الصعيد، فالنهارده الصعيد فعلا بدا يتحول. النهارده بعد مشروع القصر السريع اللي بيتعمل اللي هو يعتبر خط موازي للعين السخنه في الصعيد، فالنهارده انا بعمل محور لوجيستي جديد بدخل صعيد مصر يعتبر في مواصلاته بقى زي كانك انت رايحه اي حته من القاهره الجديده مثلا، فالنهارده انا بوفر كل السبل. الاضافه لذلك بقى ان هو الرعايه الصحيه، انا بنتكلم على 100 مليون صحه. النهارده مصر بلا فيروس دي بعد ما كان فيروس بيهري اجداد المصريين، النهارده ال 100 مليون صحه لما تتعامل مع الاطفال المصريين ذوي الاعاقه، 100 مليون صحه لما تتعامل مع المراه المصريه خاصه بامراض الثدي، فالنهارده فعلا بقى في تامين صحي وبقى في رعايه صحيه ورؤيه العين المستشفيات كلها اللي اتطورت. رؤيه العين النهارده ان بعد حالات انتصاب في المستشفيات، رؤيه العين النهارده ان اللي بيحصل له اي حادثه بيدخل المستشفى بيتعمل له جواب تامين صحي بدون ما بيكون عنده، ما عادش موجود زمان، ما عادش شغلانه النواب زمان انها تجاوب على نفق الدوله، النهارده بيتعمل اوتوماتيك مجرد ما تدخل انت المستشفى. ففعلا بقت رعايه صحيه. طيب يعني تريليون و800 مليون جنيه استثمارات في الصعيد، كيف ترى هذا الرقم في اطار تحقيق التنميه المستهدفه واستراتيجيه تحقيق التنميه اللي بتحاول الدوله انها تحققها حتى 2030؟ بص يا فندم، احنا لازم نقول حاجه، ان التنميه المستدامه هي ايه؟ التنميه المستدامه هي معالجه مشاكل الجيل الحالي دون المساس بالاجيال القادمه. يعني انا النهارده كان زمان عندي خطه خمسيه وخطه عشريه، اما بقى اعمل الكوبري يكون عارف السكان اللي بعمل لهم الكوبري زاد ثلاث اربع مرات. النهارده لا، احنا بنعمل الكوبري في شهرين وبعمله عشان الاجيال اللي جايه بعد 20 30 اللي اتعمل في 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 في, في القطر المصري خلال الاربع خمس سنوات اللي فاتت دول، من طرق وكباري ومستشفيات ومنظومه تعليميه وموانئ ومناطق ومدن صناعيه، كان المخطط اتعمل في الدوله المصريه في الكلتها في 20 60. احنا النهارده سبقنا باكثر من 40 سنه. المواطن المصري تعبان جدا الايام دي، الاسعار غاليه، ولكن هو النهارده هيستريح بعد كده والجيل الجاي هيستريح. احنا النهارده بدانا نحافظ على الفرخه، مش ناكل البيضه وخلاص، احنا بنحافظ على الفرخه اللي بتجيب البيض. فالنهارده احنا عملنا من المشاريع هيبدا نبني ثماره. اي نعم احنا في ظروف دوليه وكونيه جايه ضدنا في كل حاجه، ولكن ان شاء الله بفضل من ربنا هنكتفي الازمات دي وهنعدي المراحل دي كلها ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك دكتور احمد البيالي خبير التنميه المستدامه على هذه المتابعه. ومعنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ محمد العزالي مسؤول المجتمع المدني في مبادره حياه كريمه. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور. يمكن السيد الرئيس اشار في كلمته على ان الدوله المصريه بتقدر حجم المعاناه، معاناه المواطن المصري، وخاصه في ظل الازمات المتتاليه، جائحه كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه. والدوله قامت باجراءات استباقيه كما اكد السيد الرئيس، قائمه على اسس علميه. كيف ترى هذه الاجراءات وكيف خففت من حجم المعاناه لدى المواطن المصري؟
بص حضرتك اقول نبين بس للساده المستمعين دلوقتي حاجه، ان حياه كريمه لا تاثير عليها من اي اتجاهات او اي تاثيرات خارجيه. الدولار زاد، السوق المحلي، السوق الدولي زاد، ليه؟ لان حضرتك اللي مميز حياه كريمه تعاون كل الوزارات في الدوله، تعاون كل المجتمع، مؤسسات المجتمع الدولي مع المجتمع المدني مع الحكومه. فبالتالي مبادره حياه كريمه هي مبادره انا بصص عليها مبادره عالميه، لان احنا قارين عليها في الصحف الاوروبيه وفي الدول العربيه بيقولوا دي اول مره نشوف مبادره زي كده. طب ليه هي مميزه؟ طب هي مميزه لان هي بتشمل المواطن بكل ما يحتاجه، من بنيه تحتيه، من حياه كريمه ليه، من حياه صحيه، من مبادرات تمت الاطلاق عليها، يعني مبادره مليون صحه، عندنا مبادره وعي، عندنا مبادره التمكين الاقتصادي، يبقى انا بشمل الفرد المواطن بكل مشتملاته وكل اللي بيحتاجه. طيب احنا دلوقتي في مبادره حياه كريمه، دلوقتي سياده الرئيس كان في البحيره، في المنيا، في بني سويف، في اسيوط. النهارده في بني سويف المواطن احنا لما رحنا نسال الناس محدش متوقع او مصدق ان سياده الرئيس هيجيله. طب سياده الرئيس رايح بخير موجود اتعمل. دلوقتي حضرتك حياه كريمه بقى شيء ظاهر للناس كلها. المواطن المصري لمس ده، لمس ده في نحو امنيه، لمس ده في الصحه، لمس ده في وزاره الشباب، حضرتك بيعمل مركز شباب كامل متكامل. كل ده ما كانش موجود في القريه او موجود في العزبه، حضرتك كانت فيه عزب ونجوع مهمله. صحيح. لما تيجي مبادره حياه كريمه تعمل ده لازم يبقى فيه طفره في الدوله كلها. طيب استاذ محمد، ايضا اشار سياده الرئيس ان هناك اجراءات سياسيه تمت بالتوازي مع الاجراءات الاقتصاديه التي اتخذتها الدوله كالحوار الوطني. الحوار الوطني واصطفاف اطياف المجتمع وفئاته المختلفه والاستجابه من القياده السياسيه لما يتم التوافق عليه في هذا الحوار، كيف ترى هذه الخطوه الموازيه للاصلاح الاقتصادي في هذه المرحله؟ بص يا فندم، الاول في العهد البائد ما كانش فيه بيسمع للشعب او بيسمع للمواطن. دلوقتي في الحوار الوطني مين كان موجود في الحوار الوطني؟ الشباب رقم واحد، المراه رقم اثنين، قيادات سياديه او قيادات سياسيه المتواجده. بمعنى في الحوار الوطني حضرتك احنا ما جبناش مثقفين اللي هم في القاهره، لا ده احنا جاب مين؟ جاب العمده وجاب شيخ البلد زي ما بيتقال عليه اللي هو كبير البلد في المكان. فاذا هو ده اللي هيرفع، ده اللي هيبين لسياده الرئيس نبض الحياه، نبض الناس بتقول ايه؟ امين الناس بتقول ايه؟ مش انا مش هجيب حد من القاهره واقول له احنا بنعمل حوار وطني. فبالتالي تواجد اطياف الشعب كله في الحوار الوطني جعل الرئيس قدامه صفحه مفتوحه، الدوله صفحه مفتوحه قدامه، عارف فين الخطا، فين الضعف، فين الحاجه اللي احنا عايزين نعملها او المواطن عايز يعملها او المواطن بيئن من ايه؟ بيئن من حياه صحيه، حياه صحيه وفر له المستشفيات، بدل ما انا اجيبه من اخر الدنيا من اسيوط. حضرتك دلوقتي المستشفيات العملاقه اللي بتتعمل، المستشفى مجدي يعقوب في اسوان، مستشفى شفا جمرك في اسيوط. صحيح. انا بشكرك جدا، ولكن لضيق الوقت اشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمد العزالي مسؤول المجتمع المدني في مبادره حياه كريمه. واشكركم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعه، ولكن متابعتنا الاخباريه مستمره مع حضرتكم على مدار الساعه. الى اللقاء.